شاب، ولكن بصم للمكانة ديالو الجهة الشرقية وخصوصا مدينة الألفية مدينة وجدة. هنا أتحدث عن مدير عام لشركة موس لإنتاج سمع البصري، أيضا هو مدير إنتاج لبرنامج كاميرا فاس باحث. إذا تحدثنا عن الجانب الأكاديمي فهو باحث في الرياضيات والتكنولوجيا الحديثة، أيضا فنان، حصل سنة 2019 على الرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي، وأيضا له مساهمات كثيرة أعمال ديالو اللي مرت على مجموعة القنوات هي دولية ووطنية، أذكر على سبيل المثال هنا الحصر MBC السيد العزوي مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، أولا أريد أن أوجه الشكر لكم على هذا الحضور، الله أعلم استحقاقكم تبادلنا شكرا جزيلا. كذلك هذا الحفل والمجهود اللي قام به وكنا نتابعه عن كثب، شكرا السيد عواشي المجاري، شكرا جزيلا. وبصفتي مدير انتاج برنامج كاميرا فاس احب ان اوجه الشكر للطاقم التقني الذي يشتغل معي. هنيئا للمراه المغربيه وهنيئا للمراه الشرقيه بعينها وهنيئا